أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. كل عام والجميع طيبون بمناسبة شهر رمضان المبارك. اليوم الجمعة 7 مايو لعام 2021، وحلقة جديدة من سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. والحقيقة الحلقة دي بنتناول فيها السؤال الأصعب والمقلق، وهو كيف ومتى سينتهي وباء كوفيد-19. وقبل أن أبدأ بإجابة السؤال، أحب الأول أقول بعض التوثيق لأخبار الوباء وإجابة لبعض التساؤلات المهمة حول اللقاح. نبتدي بالتوثيق. الإصابات حتى يومنا هذا بلغت 157 مليون إصابة حول العالم. وهنا أحب أقول نقطتين، أن ربما العدد الحقيقي للإصابات، وكما قلنا في حلقة سابقة وحسب تقرير الـ World Health Organization WHO، ربما تبقى 10 أضعاف الأعداد دي. وطبعا كلنا يعلم أن النهاردة الإصابات اليومية معظمها في الهند. الهند بتشكل 46% من الإصابات اليومية. تاني نقطة، الوفيات بلغت 3.3 مليون وفاة حتى يومنا هذا. وقلنا برضو ربما العدد الحقيقي للوفيات ضعفاي، يعني الإصابات 10 أضعاف العدد اللي قلناه اللي هو 157 مليون، الوفيات ضعف 3.3 مليون. طيب اللقاحات، كم واحد تلقى في عالمنا هذا فول فاكسينيشن، يعني أخذ اللقاحين؟ أكثر من 300 مليون. طب كم واحد خد جرعة واحدة، مش الجرعتين من اللقاح؟ حوالي 1 مليار من البشر، يعني 1000 مليون. طيب نيجي فيه بقى التساؤلات معظمها حول اللقاحات دلوقتي، لأن هو ده الحاجة السائدة. فأنا عندي 7 نقاط حول اللقاحات أحب أقولها. أول نقطة، إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة جميعها، الـ6 لقاحات الصيني والروسي والأسترازينيكا والـ3 الأمريكاني جونسون وفايزر وموديرنا. طب تاني حاجة، ما هو أفضل لقاح؟ واحد يقول لي مين أفضل؟ هو اللقاح المتاح، خد أي لقاح متاح. تالت نقطة، حتى في حال الجرعة واحدة فبعد مضي حوالي 3 أسابيع فأنت عندك نسبة من الحماية. وحسب دراسة في كوريا الجنوبية قالوا إن لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا بعد جرعة واحدة بيدي نسبة من الوقاية مقدارها 87%. طب ده احنا أقصى وقاية هتبقى 95% بعد الجرعة الثانية، ما فيش فرق كبير في حالة فايزر وفي حالة أسترازينيكا بعد جرعة واحدة، وده حسب دراسة في كوريا الجنوبية زي ما قلنا 87%. طيب النقطة الرابعة، واحد يقول لي طب لو أنا حجزت أخد اللقاح وجالي أعراض تشابه أعراض الكوفيد، أو جاتني بعد الجرعة الأولى، أخد الجرعة الثانية إمتى؟ عندي أعراض. أقول له بعد 2 أسابيع من زوال الأعراض تماما. النقطة الخامسة، محدش يتوانى أو يتأخر عن تعاطي اللقاح، لأن سوف تصبح شهادة اللقاح هي عبارة عن شهادة لازمة عشان حضرتك تسافر في أي مواصلة طبعا، وأهمهم الطيارات، وبعدين لممارسة أي نشاط عام يعني بمشاركة الآخرين. طب 6، الناس بتسأل عن أعراض تلقي اللقاح. أولا أعراض تلقي اللقاح في الأغلب بتحدث في صغار السن. طب اشمعنى في الصغارين؟ لأن هم جهاز المناعة بتاعهم أقوى، فالتفاعل المناعي قوي، ودي حاجة جيدة وإيجابية. يعني ظهور الأعراض معناها أن أنت جهاز المناعة استجاب لهذه للقاح للجرعة، في حاجة ما تزعلكش. وفي الأغلب اللقاحات بتبقى يعني لما بتدي أعراض اللقاحات بتبقى الأعراض دي خفيفة ولمدة قصيرة، بتبقى يوم ليومين. يمكن العرض الوحيد اللي هو نادر جدا يحصل لك حساسية بسبب مكونات اللي محطوط فيها الفيروس، على فكرة مش الفيروس نفسه، مكونات، لأن احنا مبنديكش اللقاح لوحده، بنبقى حاطينه في مكونات أخرى. ده بنقول العلاج ان حضرتك ما تمشيش من مكان اللي بتاخد فيه لقاح قبل مضي 15 دقيقة، لان الحساسية بتظهر في حدود 15 دقيقة، وعلاجها سهل جدا. هنديك حقنة
الادرينالين او الابيبان اللي هو الابينفرين، فسهله. والنقطه السابعه، طب مين هياخد اللقاح؟ كنا في الاول بنقول عاوزين ندي 60% من الناس من البشر بس اللقاحات، دلوقتي قالوا ربما نضطر ندي اكتر من 75%. ليه؟ لان هم نزلوا بالسن بتاع اللقاح لتحت 12 او 12 سنه وربما هي اقل، عاوزين يعملوا حمايه للاطفال. طيب ناتي بقى لاجابه السؤال المحوري والصعب للحلقه والمقلق للجميع، هو كيف ومتى سينتهي الوباء؟ الاول اقول مبعث القلق هو للناس قلقانه لثلاث اسباب. واحد، حدوث الموجه الثالثه، وفي الموجه الثالثه احنا بلغ عدد الاصابات اليوميه الان 905 الف اصابه يوميه. طب واحد يسالني، طب الموجه الثانيه القمه بتاعتها، القمه كانت كام؟ كانت 850 الف اصابه. يعني احنا في الموجه الثالثه يعني تخطينا قمه الموجه الثانيه اللي هي 850 الف اصابه في اليوم، احنا دلوقتي 905 ولسه بقى لسه ما وصلناش القمه، الله اعلم هنوصلها عند رقم كام. وفي حاجه ثانيه مقلقه، ان هناك احتمال حدوث موجه رابعه ودي هنتكلم عليها. ادي اول حاجه من بواعث القلق الثلاثه. ثاني حاجه ان في حرب لقاحات، اللقاحات مش متوفره لكل العالم، ايفن دول العالم الثالث بتعاني اكثر الحصول عليها، وفي تصرفات لا اخلاقيه من دول العالم الاول. فمثلا في امريكا واحنا جار ليها كندا حجبت تماما اللقاحات عن الكنديين، فبقى في شاب عنده 18 سنه بيتلقى لقاح في امريكا وهو عرضه للاحتمال الوفاء قليل جدا، وسايبين ناس على الجانب الاخر من الحدود من البوردر فوق سن 65 ما عندهمش لقاحات. ففي تصرفات لا اخلاقيه بس دي هنعمل لها حلقه لاحقه. ابتدعوا العموم دلوقتي الولايات المتحده وروسيا تقول ان يجب ان الشركات تتخلى عن براءه الاختراع. يعني ايه؟ يعني سر الصنعه ما يحتفظوش بيه لتحقيق مكاسب، يدوه لكل الدول عشان تصنع عشان نزود العدد المنتج من اللقاحات ونقدر نلقح الجميع. وايفن في انواع جديده من اللقاحات، اكتر نوع مستنينه دلوقتي اللي هو النوفافاكس، وده لقاح امريكاني هو في المرحله الثالثه الاكلينيكيه. وفي مجموعه تانية من اللقاحات غير ده، يعني هما سته دلوقتي داخل السابع وفي مجموعه تانية بس متاخره شويه. طب مبعث القلق الثالث اللي هو طبعا التحورات. احنا شفنا في الحلقه الماضيه كان في ثلاث تحورات، الانجليزي وجنوب افريقيا والبرازيل، دلوقتي في تحور رابع اللي هو التحور الهندي، ومع خصوصا ان احنا بنقول الهند دلوقتي عدد الاصابات فيها 46% من الاصابات اليوميه في العالم. بيسموه حتى الدبل ميوتنت، يعني يعني اللي هو فيه في الفيروس حدث تحوران. حقيقه الامر ان هما مش تحورين اللي حصلوا في الفيروس اللي هو بتاع الهند ده هما 13 تحور، بالرغم ان اسمه خطا الدبل ميوتنت. وفيهم سبع تحورات في الاشواك البروتينيه اللي هي قلنا سر قوة الفيروس وسر ضعفه، لأنه الأجسام المضادة بتعمل ضد الأشواك البروتينية للفيروس. على أي أنا بحب شيء للناس، حتى هذه اللحظة هذا التحور الهندي بيصيب أكتر من الفيروس الأصلي بنسبة 20%، بس هذا حادث كمان في التحور الإنجليزي، يعني ما تفوقش عليه في نسبة الإصابة. نسبة الوفيات ما حدش قال ان هو بيسبب وفيات اكثر من الفيروس الاصلي لحد دلوقتي، لان ما فيش ابحاث كافيه زي ما احنا عارفين. والحمد لله ان ما زالت اللقاحات بتعمل بصوره معقوله ضد هذا التحور الثالث. طيب نيجي بقى، عاوزين عرفنا مبعث القلق، طب عاوزين السؤال اللي هو المحوري لهذه الحلقه، كيف ومتى سينتهي الوباء؟ نبتدي بكيف. هنا لابد عشان نفهم كيف ان احنا نتعلم من الماضي، يعني علماء الفيروسات درسوا وبائين
للوصول إلى إجابة تقريبية. وزي ما بقول، من لم يتعلم من ماضي فلا مستقبل له. يعني قيمة الكوارث البشرية والإنسانية حتى على مستوى الفرد هو أن احنا ناخد منها درس وتجربة، وإلا تصبح الكارثة مجرد كارثة. طب من هما الوبائين اللي اتعلمنا منهم؟ وباء الإنفلونزا الأسبانية واللي حدث في أثناء الحرب العالمية الأولى، يعني ما بين سنة 1918 ل 1921، ووباء السمول بوكس اللي هو الجدري. وهنقول ليه هم دول اللي هيدونا إجابة السؤال إزاي هينتهي وإمتى هينتهي هذا الوباء، واللي حضراتكم أنا متأكد هو السؤال اللي قلقكم أكثر. نبتدي بقصة الوباء الأول، وكنا عملنا عليه قبل كده حلقة اللي هو الإنفلونزا الأسبانية اللي في أثناء الحرب العالمية الأولى، وقلت إنها سميت خطأ بالأسبانية هي لأن أسبانيا هي اللي نشرت برودكاست أخبار الوباء، إنما الوباء كان أعنف مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا، زي ما هو حادث دلوقتي في الكوفيد، الولايات المتحدة الأكثر تضررا، بس اللي نشرها، إنما التانيين حجبوها عشان خاطر ما يخوفوش الناس في أثناء الحرب العالمية الأولى، اللي نشرتها إسبانيا، لكن هو مواش مختص بإسبانيا. طب كيف انتهى هذا الوباء؟ هذا الوباء ما كانش فيه لقاحات في الإنفلونزا الأسبانية، انتهى بالانتقاء الطبيعي، الناتشرال سيلكشن، إن الوباء أصاب من أصاب وموت من موت، اللي فضلوا كانوا أكثر مقاومة. في هذا الوقت كان العالم 2000 مليون، عارف كم أصيب بالإنفلونزا الأسبانية؟ ربع إلى ثلث العالم، ثلث الناس جالها الإنفلونزا الأسبانية. طب كم في المئة مات؟ مش مات من المصابين، مات من العالم، 2.5 إلى 5%، يعني من 50 مليون إلى 100 مليون فرد في عالم كان 2000 مليون. لو طبقنا نفس السيناريو دلوقتي على الكوفيد 19 تبقى كارثة، لو مات 2.5 إلى 5% من العالم، يعني عشان أساعدك في الحساب يبقى هيموت من 400 إلى 800 مليون، وده لن يحدث طبعا وهنشوف. فده سيناريو مرعب، لكن فهمنا ان الموضوع ما استمرش ليه، مين اللي قتل ومين اللي قضى عليه؟ الانتقاء الطبيعي، ان الناس الاكثر صمودا هم اللي عاشوا وتغلبوا على الوباء. طب ما هو اوجه الشبه ما بين وباء الانفلونزا الاسبانية ووباء كوفيد 19؟ اولا وجه الاختلاف الاساسي، ايه اللي نشر الكوفيد 19 بالطريقة الرهيبة دي؟ انا بسميه الوباء الطائر. إن أيام الإنفلونزا الأسبانية ما كانش فيه طيران تجاري، لكن دلوقتي اللي خلى أول ما بؤرة حصلت في الصين في ووهان انتقلت العالم كله، إن دلوقتي إن إحنا في عالم طيران، عشان كده وقفوا الطيران دلوقتي في حتة كتيرة جدا، وخصوصا في دول وقفتها مع الهند عشان التحور الهندي. إنما يوجد أربع نقاط للتشابه ما بين الإنفلونزا الأسبانية والكوفيد 19. أول تشابه في الأعراض، ده أنا أقول لك حاجة يعني ناس كتيرة ما تعرفهاش، إن فقدان حاسة الشم والتذوق سمة مشتركة ما بين كوفيد 19 والإنفلونزا الأسبانية، أدي أول حاجة. تاني وجه للتشابه، إن في ثلاثة ويفز حدثوا في الإنفلونزا الأسبانية، وإحنا النهاردة في الويف الثالثة في كوفيد 19. أول ويف حصلت في مارس 1918، تاني ويف حصلت في الإنفلونزا الأسبانية كانت في ديسمبر 1918، تالت ويف والأخيرة في الإنفلونزا الأسبانية حصلت في بدايات سنة 1919، وفي سنة 1920 تعافى العالم لأنه كان حصل المناعة الطبيعية اللي ما كانش فيه لقاحات، اللي هو الانتقاء الطبيعي natural selection. طيب تالت نقطة برضو لازم نعرفها، إن اضطروا الناس إلى لبس ماسكس الكمامات في أثناء الإنفلونزا الأسبانية، بس طبعا ما كانتش الكمامات بجودة الكمامات المستخدمة الآن. وهنا سؤال يمكن ناس كتير عاوزة تسأله، هم لبسوا الكمامات كم سنة؟ عشان الناس متضايقة جدا من لبس الكمامات. لبسوا الكمامات أكتر قليلا من سنتين، بس على فكرة
قد نضطر نحن للبس الكمامات لفترة أطول وأطول كثيرا، عشان برضو ما نبقاش يعني في آمال زائفة. رابع نقطة، إنه الوفيات حدثت في مين في الإنفلونزا الإسبانية؟ في تشابه هنا في الناس فوق 65 سنة زي في الكوفيد 19، بس حاجة تانية ما فيش وفيات في الكوفيد 19، وده لحسن الحظ نشكر ربنا على كده، تحت 5 سنين. في الإنفلونزا الإسبانية كان بيحصل وفاة كتيرة في الأطفال تحت 5 سنوات. طيب الوفيات في حالة بقى الإنفلونزا الإسبانية ليه كانت كتيرة جدا كده؟ احنا بنتكلم هنا ان احنا لحد دلوقتي عندنا قلنا 3.3 مليون، ربما الضعف يعني 6.6. طب ليه هما مات 50 إلى 100 مليون؟ هنا دي نقاط لطيفة نحب ناخد بالنا منها، ان كان من اهم اسباب الوفيات هو حدوث عدوى بكتيرية على قمة العدوى الفيروسية. دلوقتي احنا ما حدش بيموت من عدوى بكتيرية، ليه؟ لان مكان هناك زمان في ايام الانفلونزا الاسبانية ما كانش فيه مضادات حيوية ضد البكتيريا. احنا عندنا دلوقتي مضادات حيوية رهيبة، نمرة 2 طبعا، دي حاجة مهمة جدا. التقدم العلمي ما بين سنة 1918 والنهاردة في 2021، خلاص في تقدم جامد، خصوصا في الاي سي يو، في العنايات المركزة وطريقة اعطاء الاكسجين والادوية والحاجات دي. فدي نقطة مهمة، ليه مات هذا العدد الكبير؟ لكن طبعا قلنا كان في عندهم ميزه هناك، ان ما كانش في طيران تجاري، فكان انتقال العدوى اساسا حصل بسبب الحرب العالميه الاولى. طيب تاني قلنا وباء هندرسه ويساعدنا في الاجابه، اللي هو وباء مين؟ السمول بوكس، الجدري. ده بقى اللي قضى عليه اساسا الفاكسينيشن، اللقاحات، وطبعا والمناعة الطبيعية. وهنا بقى بيتميز السمول بوكس، وهو فيروس برضه بس عنده ميزتين الحقيقة عن الكوفيد 19. ايه هي الميزة؟ ان لو خدت العدوى، شخص اتعدى بالجدري ولم يتوفاه الله، بياخد مناعة طوال الحياة، ما يجيلوش تاني. الشيء ده غير قائم في كوفيد 19. احنا في كوفيد 19 ممكن الواحد ياخد العدوى اكثر من مرة، يعني بعد ما يخف يجيله تاني بعد كذا شهر، ودي حاجة مش لطيفة. اتنين، ان اللقاح هناك بيدي مناعة من 3 لـ5 سنوات على الاقل، وبعد كده فترة اطول. احنا عندنا دلوقتي التكهنات بتقول ان لقاحات الكوفيد هتدي مناعة لمدة 9 شهور إلى 12 شهر فقط، وهنضطر ناخدها مجددا. طيب يبقى ده يساعدنا ازاي؟ يمكن توقع اللي هيحدث بقى، اللي هي الاجابه اللي انتم مستنيينها، ماذا سيحدث في حاله البانديميك بتاع كوفيد 19 بعد دراسه الوبائين دول اللي هم الانفلونزا الاسبانيه والجدري. هنا الاجابه، كيف سينتهي الوباء؟ الاجابه كانت على الاتي: سوف يتحول هذا الوباء الى من بانديميك الى انديميك. واحد يقول لي اشرح لنا يعني ايه بانديميك؟ يعني بيصيب عدد ضخم جدا في دول العالم ولسنوات قليله. الى انديميك يعني بيصيب مجموعات صغيره من البشر في مناطق متناثره في العالم، ده اللي هيتحول ليه كوفيد 19. هيقعد معانا بس هيبقى بيصيب اعداد قليله متناثره في العالم، بس هيقعد بقى لسنوات طويله جدا، حاجه زي الانفلونزا كده. يبقى ده التوقع كإيه اللي هيحدث. طب متى، إمتى هيختفي؟ برضه سؤال مهم جدا. أنا هقول لك بسبب اللقاحات، وإحنا قلنا إن دي أسرع لقاحات اتعملت في العالم. أسرع لقاح اتعمل كان بتاع التهاب الغدة النكافية، خد 4 سنين. إحنا النهاردة طلعنا 6 لقاحات في سنة بسبب اللقاحات، فإنه في العالم الأول وبسبب إن اللقاحات متوفرة أكثر، سينتهي هذا الوباء بإذن الله، بإذن الله في نهاية هذا العام. هيبقى قعد معنا 2 سنين بس، اللي هو 2021. طب في العالم الثالث وبسبب تأخر وصول اللقاحات إليهم، ربما يدوم لسنة ثالثة وينتهي في نهاية سنة 2022، يبقى قعد 3 سنين. وعليه بقولها ربما برضو، بس عشان نبقى بنقول المعلومات يعني بطريقة سليمة، ربما يكون في العالم الثالث اللي هو هيتأخر شوية في تعاطي اللقاحات،
ربما يكون هناك موجة رابعة وأخيرة، نتمنى طبعا لا. طيب ماذا سنفعل؟ ايه اللي هنعمله؟ ماذا سنفعل؟ ايه التوقعات؟ التوقعات ان اللقاحات سوف تصبح جزء اصيل من الحياة، خلاص يعني لازم يبقى في لقاحات، عليه ان احنا لازم نزود الانواع ونزود العدد، وربما نضطر ناخد لقاح زي الانفلونزا كل سنة، وربما كل 9 أشهر لو المناعة قعد 9 أشهر بس، ده مش كده وبس. لو التحور خلى لقاح أقل فعالية يبقى احنا كده بنواجه أكثر من فيروس تحت مسمى واحد اللي هو كوفيد-19، فربما نحتاج ان احنا ناخد أكثر من لقاح، يعني ناخد لقاح كل 9 شهور ل 12 شهر كل سنة عشان خاطر نتفادى الإصابة، وربما نحتاج لو في تحورات ضخمة نحتاج أكثر من لقاح. طيب نيجي شكل العالم بقى، دي قلناها لكن هقولها تاني في عجالة. العالم قبل كوفيد-19 لن يكون هو العالم بعد كوفيد-19، ده حاجة مؤكدة، لأنه يوجد أربع، قالوا فيه العالم بيواجه 4 تحديات دلوقتي بسبب أن العدوى تنفسية، عدوى هوائية. فأول تحدي لازم نتفادى التجمعات، دي نمرة واحد. نمرة 2، لازم العالم يبحث عن طرق لضمان تهوية جيدة في وجود مجموعة من البشر. 3، التحدي الثالث أن توفير اللقاحات للعالم كله، ما ينفعش ناس تاخد وتغض البصر على الآخرين، لازم العالم يتشارك، يساعد بعضه، الغني يساعد الأفقر وهكذا. التحدي الرابع أن زي ما قلت الكمامات ربما تدوم لأكثر من 2 زي ما حدث في الإنفلونزا الإسبانية، وربما تبقى جزء أصيل في لبسنا خارج البيت، إنك زي ما بتلبس لبس معين لما تخرج تلبس الكمامة دي، هتبقى جزء أصيل. فنيجي بالنسبة للعمل، العمل دلوقتي في حاجة اسمها عمل عن بعد، بمعنى إن هو الناس قاعدة بتشتغل من بيوتها، فدي طبعا الظاهر دي هتزيد جدا الحكاية العمل عن بعد. وبعدين ثان جاد إن بسبب التطبيقات الأبليكيشنز الإلكترونية دي بتمكننا من ان احنا مش لازم نتلاقى مجموعات كبيره من البشر، ممكن ان انا ادفع حاجات كتيره جدا جاست على الكمبيوتر بتاعي، وممكن استخرج اوراق كثيره جدا برضو وانا قاعد في بيتي، يعني المدفوعات والحاجات اللي استخرج رخص ادفع كهرباء وما شابه الحاجات دي ومخالفات، الكلام ده كله ممكن اعمله في البيت، ودي حاجه جميله جدا. المقابلات سواء مقابلات عمل او مقابلات مش عمل، طبعا بسبب تطبيق الزوم ده يعني بريك ثرو، ان ممكن نتكلم ونقعد واحنا مش لازم نلتقي ونفسنا في نفس بعض، دي حاجه مهمه جدا. والنهارده بقى في حاجه اسمها تيلي ميديسن، يعني الطب عن بعد، ودي حاجه كارثيه طبعا في تصوري، لان الطب قائم على شيئين، تاريخ الحاله اللي ممكن اديه للدكتور بالتليفون الهيستوري، لكن قائم على الاكزامينيشن، إن لازم الدكتور يفحصني لأن عينه ومع حواسه غير أنا ما أفحص نفسي. أنا فاكر رحت للطبيب قريبا جدا الأسبوع الماضي والراجل واقف على الباب بتاع الغرفة، أنا قاعد جوه مش راضي يدخل يفحص ولا حاجة، كله كلام، الله طب ما أكلمك في التليفون من بيتي. فالتلي ميدسن ده أنا اللي هو العلاج عن بعد أنا مش مقتنع بيه تماما، وزيه التلي إديوكيشن اللي هو التعلم عن بعد، الطفل عاوز حوار مع المعلم ويتكلم معاه ويحس، والاطفال ما بقاش عندها الانتباه كويس، محتاج المعلم ياخد باله ويقول له خد بالك وما شابه، مش الطفل يفتح الكمبيوتر يروح ياكل والمعلم مش داريان هو بيسمع ولا ما بيسمعش، حاجات مش لطيفه. وطبعا تفادي الزحام في العمل وفي البنوك، وندخل اعداد معينه وفي المولات وفي السوبر ماركتس والحواجز ما بين الكاشير والشخص وهكذا، اتكلمنا على ده. والنهارده ممكن حاجه بيقول لك يعني ابتدوا يفكروا فيها اكتر كتير، اللي هو روبوت، اللي هو الانسان الالي، الروبوت اللي هو الانسان الالي لازم يتطور اكثر، ان اعمال كتيره ما يعملهاش البشر عشان الكونتاكت يعملها ده، فبيقولوا هيحصل ثوره تكنولوجيه، دي احد افاق المستقبل هتحصل. نيجي بالنسبه للانترتينمنت، المتنزهات، دلوقتي عاوزين نتقابل، قال لك الافضل بقى مقابلات دلوقتي مش في البيوت، هتصبح نتقابل على الشواطئ، نتقابل في الحدائق العامه. النهارده المولات، حتى المولات المفتوحه هي دي المستقبل مش المولات المغلقه،
وبعدين المطاعم الباتيوز ان احنا نقعد المطاعم اللي هي عندها اماكن نقعد ناكل بره مش جوه مكان مغلق والترابيزات متباعده، في المولات المفتوحه، السينمات دلوقتي بيقول لك السينمات الصيفي ربما ترجع مدتها تاني، والسينمات السيارات. الفكره ان مفيش تزاحم. ايفن برضو في افاق المستقبل بيقول لك المواصلات العامه، هو لو مفيش مطر لازم القطارات والحافلات الاتوبيسات يبقى عندها اسقف متحركه تفتح عشان خاطر يبقى التهويه احسن، فيبقى نسبه الاصابه اقل. يعني افاق المستقبل كثيره جدا للحكايه دي. وطبعا انا كنت عملت مره في مزاح ان الطيارات والناس صدقت في البدايه هتبقى بدون برضو اسقف عشان ترجع الطيارات ويرجع السياحه، وطبعا ده كان مزاح. الطيارات طبعا فيه ليها حاجات اخرى، النهارده بيفكروا في فلترز معينه هايلي افيشنت ذات كفاءه عاليه جدا عشان اولا باول تزيل اي فيروسات موجوده في الجو، لكن طبعا لازم هيبقى فيه سقف. وبعدين بنقول الماسك سوف يصبح جزء اصيل في هذه الحياه، ان الماسك ربما مش زي في الانفلونزا الاسبانيه يقعد سنتين، ربما يقعد لسنوات طويله وربما تبقى حاجه اساسيه. وفي النهايه اشكركم على حسن متابعتكم، والى ان نلتقي مجددا وحلقه جديده من سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. أشكركم وكل عام جميعكم طيبون. شكراً.